السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شات جي بي تي 4 وصل خلاص، اوبن اي اي ان هو خلاص نزل وعمل اكتف لجي بي تي 4 زي ما توقعنا، وكمان الاي بي اي ويت ليست بحيث لو انت عايز تربط موقعك بالخدمات اللي بيقدمها جي بي تي 4 هيبقى مفتوح برضه. دي من الحاجات المبشرات الجميلة جدا، يعني من كل حاجة تتغير. يعني ده ديمو، بالكلام بقى ايه الامكانيات، المفروض ان الاجابة هتبقى اقوى وافضل بكتير. يعني ان شاء الله نعمل لكم فيديو سريع ازاي انا فعلا عملت بيه كام برنامج واشتغل ووفر عليه وقت كتير جدا في الشغل. ده هنا لو انت عايز تنضم للـ API with list، وهنا لو انت عايز تقرأ عن GPT-4. القدرات الخارقة بتاع جي بي تي 4 مقارنة بجي بي تي 3.5. نعمل لوج ان. طيب لو عايز النسخة اللي هي بفلوس بدوس هنا واقول له انا عايز شات جي بي تي بلس، هيبقى $20 في الشهر، بيبقى الامكانية اسرع ويكون الاجابات اقوى. انا بالنسبه لي الاجابه اللي موجوده هنا كويس. يعني ده الجيت هاب، بتلاقي فيه اجزاء كتيره اوبن سورس بحيث ان انت تقدر تعتمد عليها وتبني حاجه خاصه بيك. طبعا اوبن اي اي في الاول كانت مشاركه كتير في الاوبن سورس، لكن حاليا هي كانت حاجات طفيفه جدا. يعني منها مثلا الويسبر ده بتاع الحاجات الصوتيات، تمام، ودي مهمة جدا لأن شات جي بي تي هيبقى فيه حول النصوص للصور والفيديوهات وحاجات زي كده. وهنا بيتكلموا عن جي بي تي 4، بيقول لك الإمكانيات بتاعته بين ليه هو أفضل من شات جي بي تي 3 اللي احنا كنا مبهرين بيه. فهو بيقول لك لأ، أنت في مهارات تحصل بعد كده وإن في تطورات رهيبة. ان شاء الله نعمل كذا فيديو نجرب فيه الشات جي بي تي 4. بصراحة كان مبسوط، يعني الواحد كان هيدخل ينام ولها رسالة جت ان يلا جرب بقى شات جي بي تي 4، فنبدأ ان احنا نجرب بقى ان شاء الله. هو المفروض على حسب الكلام ان هو المفروض ان هو سريع وادراكه افضل، لكن خلينا نحكم عليه كده ان شاء الله. فانا سالته ايه شات جي بي تي 4 افضل من شات جي بي تي، فبيقول لي حجم النموذج، حجم البيانات التدريبيه اكتر، يعني ممكن يكون في معلومه مش موجوده في شات جي بي تي 3 تبقى موجوده في 4، وفي تحسينات في الاداء، في السرعه، تحسين الخوارزميات والنماذج الرياضيه المستخدمه، تحسين الاستجابه، في قدرة أكتر على العمل باللغات الأخرى، يعني ممكن يكون منها مثلا اللغات العربية والهندية والصينية، يتفاعل أفضل مع المستخدم. طيب يعني أنت ممكن مثلا تستخدمهم في إيه؟ يعني ممكن تكتب مثلا اكتب لي خطاب توصية لشركة أمن مثلا، فهو دخل في الخطاب، تمام. أي حاجة بتفكر فيها، لكن ما تاخدش كلام كوبي بيست، لازم تقراها وبعد كده تحطها، لأن أنت مسؤول عن كل كلمة فيها. لو في كلام غلط في النص أنت اللي مسؤول عنه. وانا بجرب كده سألته لوحة الموناليزا، فقال المعلومات كلها غلط وغلط، معرفش هو بيتكلم عن اللوحة.
المهم يعني الرساله دي كويس انها جت، ما تثقش في شات جي بي تي، حتى لو شات جي بي تي 10 100% لازم تعد صوابعك وراه بعد ما تكتب الرساله او بعد ما تساله سؤال، لازم تعمل تشيك، لان في باحث مثلا كان بيعمل يعني مقال صحفي او بحث يعني حاجه معينه، وساله فالراجل قال له اه ده في كتاب كذا صفحه كذا هتلاقي ايه اقتباس كذا، الراجل شك بيدور ما لقاش في اقتباس دوت، فسال شات جي بي تي راح قال له طب انا هديك اقتباس تاني في مكان تاني، يا عم خلينا في الاقتباس الاولاني، ما تثقش في 100%. السلام عليكم.